حيوانات تستطيع العيش لعمر أكبر من عمر الإنسان. كلنا نعرف أن الأعمار التي قد يصل لها الإنسان ما بين 60 و70 عام، نسبة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. ولكن البعض قد يتعدى هذا العمر ليصل إلى 100 أو 120 عام. أما الحيوانات فهي قليلا ما تعمر كالإنسان، ولكن في بعض الأحيان تصل أعمارها لسن أكبر من الإنسان. ومن أبرز هذه الحيوانات ما يلي: 8. طائر ببغاء المكاو الذي يصل عمره إلى أكثر من 100 عام. 7. حوت أوركا القاتل الذي يصل عمره إلى أكثر من 100 عام أيضا. 6. حيوان جراد البحر أو المسمى بالإستاكوزا، حيث يصل عمره إلى أكثر من 140 عام. 5. السمك الخشن البرتقالي أورانج روفيش، حيث يصل عمره إلى أكثر من 150 عام. 4. حيوان توراتارا هو حيوان زاحف يصل عمره إلى أكثر من 100 إلى 200 عام. 3. الحوت القطبي الذي يعيش أكثر من 200 عام. 2. المحار البحري قد يصل عمره إلى 500 عام. 1. قنديل البحر الخالد حيوان صغير يستطيع العيش أكثر من الإنسان وأي شيء آخر، لأنه ليس له عمر معين للموت، كما يستطيع العودة بأنسجته إلى عمر معين ويعيد الكرة عدة مرات.